السلام عليكم ورحمة الله. نتهم لكم موضوع الأرجل. رام الأرجل رام مهمين 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 واحد درجة كبيرة. قلت لكم إذا ضمنت نفسك في الأرجل يبقى لك البرمجة. البرمجة لازم تخطأش فيها. الأخطاء تاع الأرجل راه فيها كثير من الأخطاء. أنا قلت لكم كم من فيديو كان اللي راه الناس متعودة. مثال تضانو، مثال تضانو متعود يعمر الأرجل. كان أرجل نصف وتحت العجلات ونصف وربع ونصف ومئة بالمئة. معود دائم نفسه يعمرها مئة بالمئة مئة بالمئة مئة بالمئة. ولات فيه عادة نقولوا إحنا لا إراديا يعمرها مئة بالمئة يدير أوكي صباح يعمل. كان واحد إنسان جاته عمل في نهاية الوقت. يعني دائما نقول لكم حوادث العمل تقع في نهاية وقت العمل. وقالوا له قطعة صغيرة فقط، قطعة صغيرة قي أمامك فقط. هو في نفسه قال أنا ما نخرجش الأرجل العوارض أن نزل الأرجل تحت العجلات. ها هنا دار خطأ، ما برمش الرافعة على الأرجل تحت العجلات. أخرج التلسكوب وقت الذي دار سقط، طردوه من الشركة. سقط طردوه من الشركة. كاين واحد الإنسان كذلك نسي أنه أخرج العجلة. هو ظن نفسه أنه أخرج العجلات، سقطت رافعة جروف طردوه كذلك من الشركة. كاين واحد إنسان كذلك قالوا له قطعة أمامك فقط وفي نفسه ما خرج العوارض قاع وخرجهم تحت الأرجل، خرج تلسكوب سقط مباشرة. منين خطأ سمع عوارض؟ 70% أو 80% رأيت فيديوهات في اليوتيوب سببهم العوارض، سببهم العوارض والأرضية. معناتها القاعدة الذهبية الأولى هما الأرجل. يا أخي ثبت نفسك في الأرجل، خاصة المبتدئين، خاصة المبتدئين ثبت نفسك في الأرجل. تعملش مسرع، أعمل بمهل وثبت نفسك في الأرجل. ثبت نفسك في الأرجل في البرمجة، وثبت نفسك أرجل في الأرضية، وثبت نفسك أرجل عندما تخرجهم. كي تخرجهم يجب أن تجعل دورة عليه، من الأحسن أنك تجعل دورة عليه. وأنا من الأحسن كذلك أعطيك نصيحة أخي، أيامات الأولى من الأحسن أنك ما تقودش الرافعة من فوق. وإذا قدتها يجب أن يكون معك واحد ينظر لك للأرجل وينظر لك للطريق أمامك وخلفك. هذه نصيحة أخ من أخوه. خاطرش أنا متأكد الأيامات الأولى راك تخطأ، متأكد يعني. لماذا تخطأ؟ لأن راهم أشياء كثيرة وأنت ماكش متعود عليها روتينيا. وبلا مبتدئ كذلك الناس اللي راه عندها. انا نعرف واحد عنده حوالي 10 سنوات عمل وسقط رافعة ليبر جديدة، عندها حوالي 5 سنوات او 6. مهم هي رافعة جديدة سقطت له. انا لست متأكد، كان الصديق هذا جالس انا وياه وما قاليش بلي انا راني، لم يقل لي انا اسقطت الرافعة. كنت راح نسأله وانا نطرح لي اسئلة، بصح ما قاليش، ما عرفتش بلي هو راه سقط ديك الرافعة. انا بعد ذلك عندما ذهب عرفت بلي هو اللي سقطها وما لم التقي به. المهم الارجل دائما، انا اوصيكم واوصي نفسي الارجل. انا راني دائما راني الحمد لله عندي تجربة في الميدان، ودائما راني نخطف في الارجل. والله غير دائما نخطف فيها، راني مرتين ننسى الرجل ما يسقطش في مكانه، هذيك المكان الحفرة هذيك اللي يسقط فيها اجده بعيد عنها، اجعل دورة اجده خارج منها اجده داخل. المهم خاصة عندما تقود من الفوق راه يقع لك مشكل في الارجل. راني درت فيديو على الارجل يجب ان انا مرة كنت جديد وأجبرت أن أعمل واحد المحرك، كنت رافع علي بارب محرك قريب جدا الرافعة، لم أخرج لا الأرجل لا العوارض، عملت على العجلات. لماذا؟ كنت عارف باللي راه كاين برنامج على العجلات، جعلت برنامج على العجلات وحملتها على العجلات، حملت لي الرافعة عادي لكن لم أخرج تلسكوب. درك أنت إذا أخطأت خطأ فقط في البرمجة راه الرافعة تسقط لك. كاين أخطاء ما تسقطش فيها، اخطاء تجيح رافعتك، كما نقولوا احنا تجيحها رافعتك. نقول رافعتك 50 طن تصبح 25 طن، رافعتك 100 طن تولي 50 طن، رافعه 300 طن تولي ترجع 100 طن. واش معناتها؟ معناتها الرافعات الكبار يقولوا لك رافعات صغار. بسبب واش؟ بسبب برمجه فقط. والله صدقني بسبب برمجه. وهذا الشيء راني نقول فيه، انت ممكن كاين انسان يقعد يسمع يقول لك كيفاه الناس تخطا. بصح والله غير كاين ناس عندها خبره وتجربه اكثر من 10 سنوات و17 سنه ويقعوا في هذا المشكل.
ما يبرمجش، والله ما يبرمج، متاكد ما يبرمجش الوزن المضاد، ما يبرمجش التيليسكوب، ما يبرمجش. راه انا نعرف ناس يقودوا في الرافعات روبوتيك ويخطا في البرمجه تاعها. برمجة تاع الروبوتيك لازم تبرمج من 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 جدول الحموله، ممنوع، مفروض كاع ممنوع تبرمج. انا واحد من الناس، عاود كلمت انا حوالي سنتين وانا خاطئ في البرمجة، كنت مبرمج مباشره، مبرمج نقول لكم لماذا لا تبرمج مباشره. يوجد رافعات مثال تعطيك في تلسكوب حموله اكثر ولا اقل، وفي رافعات اخرى تعطيك اكثر، مع انت دائما تبع جدول الحموله، ما ديرش من راسك. انت درك هذه الرافعه راه على الاقل، على الاقل انا متاكد على الاقل واحد 300 والله بالك اكثر 700 مهندس باش خدموا هذه الرافعه. انت تجي كاع غير من التالي درت تربص تاع 15 يوم، وداك 15 يوم تلقى فيه 5 ساعات تطبيق، برك 5 ساعات تطبيق، صبحت تقول في نفسك انا ندير هاك وندير هاك. لازم تتبع المصنع، لازم تتبع المصنع، لازم تتبع الدليل، كما الدليل كما قلت لكم تاع الكتاب والسنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا رانا ماشي نتبعوا في الدليل تاع ربي سبحانه، ربي سبحانه راجع لنا دليل باش ما يحدث لنا ان شاء الله اي شيء. كذلك انت راه الرافعه راه فيها دليل، يجب يجب ان تعمل بالدليل. والدليل هو شنو؟ هو هذا، عندما تريد ان تبرمج الرافعه تجعلها، تجعل من جدول الحموله، ما تجعلش من راسك، خاطرش لي بير تستطيع ان تبرمج من 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 بدون جدول الحموله. مثال تضغط على ديريكت على التلسكوبات تعطيك الحموله، بصح تاكد باللي ديك الحموله راها مش مثال. نعطيك مثال، نعطيك مثال، نقولوا حنا برمجت التلسكوب الاول الكبير، برمجته نصف، يعطيك مثال نقولوا حنا 20 طن. لو تذهب لجدول الحموله تجد اخر مثال نقولوا حنا الثالث، تجده مثال يعطيك 40 طن مثال. راك هنا ضيعت قرب 15 طن ولا 20 طن. هذا علاه قلت لك انا رافعه تولي 100 طن تجيحها ترجعها، ترجعها خمسة، ترجعها 50 طن، و50 طن ترجعها 25 طن. لذلك انت راك ماكش خير من 700 ولا 7 ولا 1000 مهندس. انا متاكد باللي ذي الرافعه راها اكثر من 1000 مهندس، متاكد كاع متاكد، راك تشوف فيها حاجه عادي بصح راه اكثر من 1000 مهندس. بطبيعة الحال مهندسين تاع الميكانيك ومهندسين تاع كم من مهندس، مش مهندس واحد فقط، مهندسين متنوعين. وباش اخترعوا، باش اخترعوا هذه الرافعة، معناتها انت ما تجيش في التالي ودير الاشياء من راسك. دائما اذا وقع لك خطا في الرافعة تاكد راه الخطا منك انت مش من الرافعة. هذه راه مقولة قالها لنا احد مدربين كان يدرب فينا على الدبابات في الراف في التكنة العسكرية، عنده حوالي 20 سنة أو أكثر في الدبابة. قالنا راني كل يوم أكتشف فيها شيء جديد، كل يوم أكتشف فيها شيء جديد. أنت كذلك الرافعة راها فيها أشياء كثيرة راك يجب أن تتبعها ولا تبحث عنها، واحدة من اثنين، أتبعها ولا تبحث عنها، يجب أن تبحث عنها. أنا كنت في رافعة ليبر قديمة كان تلسكوب، كنت أظن أن الثالث يحمل أكثر لكن وجدت أنه الأول يحمل أكثر. منين؟ من جدول الحموله. راني كل مره اكتشف شيء جديد، كل مره اكتشف شيء جديد. خاصه الانسان هذا اللي ما يسالش وما يبحثش، ولازم تبحث ولازم تسال. وكما انا راني، انا اكبر رافعه قدتها 120 طن، 110 طن. 300 طن ما قدتهاش لكن شف رايتها فقط، معناتها انا حدي 100 طن في الساعه، حد الساعه. لو كنت قد 300 طن راه كاين 800 طن، معناتها حدك 300 طن مازال ما طلعش 800 طن. إذا تطلع 800 طن تجد أكثر منها، معناتها دائما معلومات متدفقة، معلومات هائلة هائلة. أنت دائما الرافعة اللي تقود فيها يجب أن تكسب أكبر كم هائل من المعلومات، لازم قاعد تكتسب، تولي عندك عليها دراية كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله.